السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. معكم أنا دكتور علاء فتحي، أستاذ علم النبات في زميلكم في التعليم الأساسي. اتفقنا النهاردة الصبح إن هعمل لكم فيلم تعليم صغير عن موضوع الإكسل اللي كانت ممكن مسبب مشكلة لبعض. طيب أنا عارف إن حضراتكم ما شاء الله أفضل مني في الكمبيوتر بكتير، لكن هحاول نبسط الموضوع إن شاء الله بحيث إن احنا كلنا يبقى نوصل لنفس النتيجة في الآخر. الشاشة اللي قدام حضرتكم طبعا دي شاشة الكمبيوتر او الديسك توب. الويندوز اللي عندي ويندوز 7، والاوفيس اللي بستخدمه اوفيس 2010. فاذا كان حد بيستخدم بقى الاكس بي او 2007 بالنسبة للاوفيس هيلاقي في بعض الاختلافات البسيطة، لكن في الاخر احنا هنروح بنفس الطريقة وهنوصل لنفس الهدف تقريبا. يعني بداية انا اما حاجة اشتغل هبقى محتاج حاجتين، هبقى محتاج افتح برنامج الاكسل وهفتح برنامج الوورد. فممكن افتحهم من الاول وابقى مصغرهم هنا عندي مطرح الماوس ما بيكون موجود هنا اهو، او اقدر افتحهم منين؟ بروح لستارت او بداية اذا كان حد عنده الويندوز بتاعه بالعربي، ستارت، وهدوس اروح هنا لكافة البرامج زي ما حضراتكم شايفين، وهبحث على المايكروسوفت اوفيس اللي انا واقف عليه بالشكل ده دلوقتي اللي باين باللون الازرق مطرح السهم الابيض، يبقى مايكروسوفت اوفيس اهو. لو ضغطت ضغطة واحدة، طبعا احنا دايما بنستخدم الماوس، كلمة ضغطة لما اقول بنضغط يبقى بقصد بالزرار الزر الايسر. لو محتاج الزر الايمن هننوه وقتها، لكن الزر الايسر، وابتدي اروح هلاقي المايكروسوفت اكسل 2010 اهو، تقريبا بيبقى الاختيار التاني دائما. هضغط عليه ضغطة واحدة بالزر الايسر بيفتح لي الاكسل بالشكل ده. طبعا انا بكبر الشاشة، كبرتها منين؟ اهو من المربع اللي انا بشاور عليه في اليمين خالص، في ثلاث زراير موجودين عندي، ثلاث ازرار موجودين، بضغط على الزر الاوسط بكبر الشاشة. بعمل نفس الحكاية بالنسبة للشاشة او الويندوز الداخلية بالشكل ده. طيب هلاقي عندي هنا الارقام موجودة بتاعت العواميد، وهلاقي الرموز بتاعت الصفوف بالحروف الابجدية بتبدأ من الايه وتنتهي لغاية اخر الحروف الابجدية. ده الاكسل اتفتح. انا محتاج كمان افتح الويندوز يبقى عندي في الخلفية. لو بصينا كده لتحت خالص تحت الشاشة مطرح ما بشاور هلاقي الاكسل او رمز الاكسل موجود عندي. لو ضغطت ضغطة واحدة، طبعا ضغطة واحدة اقصد بالزرار الايسر، بتصغر بالشكل ده. اروح افتح الويندو الاوفيس بنفس الطريقة، ستارت، واروح لقول بروجرامز. لو وقفت عندها شوية ما ضغطتش ولا حاجة، مجرد اقف عندها بتديني بقية القائم. اروح للمايكروسوفت اوفيس اهو، اضغط ضغطة واحدة بالزر الايسر هلاقي المايكروسوفت اوفيس تقريبا اخر حاجة موجودة عندي في البرامج اللي فيه اهو. ضغطة واحدة فقط بيفتح لي الوورد، بيفتح لي صفحة جديدة او دوكيومنت في الوورد. لو احنا كنا كتبنا هنا التقرير وبدأنا في عملية الجدول اللي اتفقت مع الدكتور منظور بحيث ان هو يعملها ويبعتها لحضراتكم، فهتلاقي في جدول موجود عندكم هنحط مكان الرسمة. لو ما كانش وهي فاضية بالشكل ده فهحط الرسم البياني هنا. طيب اصغر الصفحة دي، يا اما ادوس على الزرار الايسر هنا من التلات ازرار اللي موجودين هنا في القائمة في اليمين. انا على اليمين خالص في تلات ازرار، علامة الفيل لونها احمر والعلامتين التانيين دي التصغير وتكبير. ممكن هنا صغر بالشكل ده، ده هنا بكبر، ده هنا بصغر، او من تحت خالص في اسفل الشاشة بدوس على الايكون او الايقونة اللي خاصة بالوورد. لو ضغطت ضغطة واحدة بالزر الايسر هتصغر. هروح للاكسل مرة تانية وابتدي احط الخانات بتاعتي. في بعضنا هيلاقي عنده البداية من الناحية اليسار، في بعضنا هيلاقيها من الناحية اليمين، مش هتفرق مش هتفرق. وطبعا هنا في طريقة بنحول بيها، لكن هو ده مش موضوعنا دلوقتي. طيب انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج احط التقديرات بتاعتي فوق هنا. يعني اول خانة هقف عندها اهو، بضغط ضغطة واحدة، هي كده متعلمة وجاهزة ان اكتب فيها. طيب انا عايز اكتب حرف الاي بلس. طيب اعمل ايه؟ الايه بكتبه كابيتال. طبعا ما اعرفش اذا كان حضراتكم عندكم فكره عن الاختصارات، لكن انا هتكلم بالطريقه العاديه خالص وهقول باكتر من طريقه. بدوس على زر شيفت اللي موجود على يسار الكيبورد. لو بصيت لتحت الصف الاخير من الكيبورد، الصف اللي فوق منه اخر زرار على اليسار، طبعا بتختلف من كيبورد الى اخرى، لكن غالبا ده المكان الثابت ليه. زرار شيفت افضل دايس عليه، وادوس في نفس الوقت على حرف الايه، اتكتب لي حرف ايه؟ كابيتال. طيب علامة الزائد هلاقيها فين؟
آخر حاجة على اليمين في الكيبورد في لوحة المفاتيح على اليمين خالص، هلاقي الجزء الخاص بالمفاتيح، هلاقي فيه زرار طويل موجود عليه علامة الزائد، أضغط عليه ضغطة واحدة اتكتبت الزائد. طب الزائد دلوقتي موجودة جنب الإيه؟ ما هيش فوق. طب نرفعها فوق إزاي؟ بكل بساطة أدوس على زرار شيفت تاني وأفضل ضاغط. دايما لما أقول أدوس هدوس على زرارين يبقى لازم يبقوا مضغوطين في نفس الوقت، يبقى ضاغط على الزر اللي مكتوب عليه شيفت. طيب وعندي في جنب الأرقام اللي على اليمين خالص في الكيبورد في أربع أزرار اللي هو فيهم الأسهم لفوق وتحت ويمين ويسار. إذا كنت أنا واقف على يمين علامة الزائد يبقى هدوس الزرار اليسار، آسف، لازم أكون واقف جوه بالشكل ده، أدوس شيفت وأقوم جاي إيه محرك السهم إلى اليسار خطوة واحدة، فهلاقي إن علامة الزائد زي ما هو واضح عندي على الشاشة أما أنا ببص كده أهو بقت هايلايتد يعني متعلمة. طيب أنا عايزها تبقى فوق، يبقى عايز أعمل لها فورمات يعني تنسيق. طيب إزاي هيعمل التنسيق ده؟ بكل بساطة حاجة عندها، شايفين الكيرسور اللي هو بتاع الماوس اللي أنا عمال أحركه اللي هو عامل زي الشرطة الطولية دي، باجي عند علامة الزائد وبالزر الأيمن، بالزر الأيمن للماوس أضغط ضغطة واحدة فبتطلع لي القائمة دي. هلاقي تحت أهو مطرح ما هقف هنا كلمة فورمات سيلز، أو لو اللغة العربية عندكم هتبقى تنسيق الخلايا، تنسيق الخلايا. هضغط باليسار. طب ناخدها قاعدة كده، لما احب اظهر قائمة زي كده من على اي حاجة انا واقف عندها هايلايتد يبقى بالزر الايمن، هنفذ امر يبقى بالزر الايسر. انا هنا عايز انفذ امر التنسيق، ادوس ضغطة واحدة بالزر الايسر هتطلع لي الشاشة دي، اقدر احركها ادوس بالزر الايسر على الجزء اللي فوق خالص في الشاشة مطرح السهم اهو وحركه كده عشان ابقى شايف ايه اللي بيحصل. طيب عشان ما اشغلش نفسي بكل الحاجات دي لان ده مش وقته، هنا اهو مطرح ما انا بشاور فيه ثلاث اختيارات موجودين عندي، سترايك ثرو، سوبر سكريبت، سب سكريبت. المنظر اللي على اليمين عندي الشاشه اللي فيها الحروف دي هتوريني ايه اللي يحصل لو اخترت كل واحده فيهم، لكن احنا محتاجين حاجه واحده بس ان اخليه سوبر سكريبت. سوبر يعني اعلى السطر، يبقى حرف عالي. لما ضغطت كده شفتوا ايه اللي حصل هنا؟ هشيل مرة تانية العلامة، الكتابة اللي أنا معلمها اللي هي علامة الزائد دلوقتي هي في سوى حرف الـ A في الكلام فوق هنا، أنا عايزها تبقى عالية، يبقى هدوس سوبر سكريبت ضغطة واحدة علمت عليها وأدوس أوكي أو موافق بالشكل ده. حصل لها إيه؟ بقت فوق الأهي، أهي بقت أعلى حرف الـ A. طيب أنا عايز أكتب بقى الـ A بس، هروح للخانة التانية ضغطة واحدة وأعمل إيه؟ تمام، أدوس شيفت وإيه؟ A. طيب اروح للخانة اللي بعدها هنا اعمل ايه؟ البي شيفت وبي. طب فين علامة الزائد؟ من ايمن الكيبورد او لوحة المفاتيح هلاقي الزرار اللي مكتوب عليه علامة الزائد ادوس ضغطة واحدة. طيب وبعدين اعمل ايه؟ ادوس شيفت مرة تانية والسهم الايسر. لازم عشان تحصل كده معايا لازم اعمل دبل كليك، لازم اعمل هنا دبل كليك. ليه؟ عشان تظهر لي البي دي او اللي مكتوب في الخانة يظهر لي هنا. شايفين انا بشاور فين؟ فوق اهو، اهو مطرح اهو، فوقيها هنا اهو في الجزء ده، يبقى ادوس دبل كليك عشان السهم او الكيرسور اللي هو الخط اللي عمال يروح ويظهر ده لازم يبقى على يمين الايه؟ علامة الزائد. ادوس شيفت وبالزر سهم الايسر اللي هو موجود فين؟ على يمين لوحة المفاتيح بجوار الارقام. السهم اللي عليه اروح بيه لليسار، كده انا علمت او عملت هايلايت او تحديد لعلامة الزائد. اعمل ايه؟ تمام، بقف عندها من غير ما اضغط وبعدين اضغط الزر الايمن للماوس فيديني قائمة، اروح فين؟ لكلمة تنسيق او فورمات سيلز ضغطة واحدة بالزر الايسر، ثم اضغط سوبر سكريبت بالشكل ده وادوس اوكي او موافق بقت عالية بالشكل ده. اروح اكتب هنا في الخانة اللي بعدها اعمل ايه؟ ادوس شيفت وفي نفس الوقت حرف البي، اروح للي بعدها سي وبعدين لو في سي كابتل ايا يعني. طبعا ده نموذج، مجرد نموذج بس توضيحي، طبعا بنقدر نعدل او نغير ده عشان بس نشرح عليه. عايز اكتب زائد اهو، اعمل ايه؟ لازم اعمل دبل كليك بالشكل ده، ادوس شيفت والسهم الايسر عشان اعلم على او احدد علامة الزائد، اقف عندها
وبالزر الأيمن أضغط ضغطة واحدة واختار تنسيق أو فورمات سيلز، ثم الاختيار الأوسط اللي هو سوبر سكريبت يكون حرف عالي، ثم أضغط موافق أو أوكي. أروح للخانة اللي بعدها ضغطة واحدة أهي وأدوس شيفت وحرف السي، ثم أروح للخانة الأخيرة وأدوس حرف الدي. هنفرض ان هي دي التقديرات اللي عندي، طبعا تزيد تقل الى اخره. طب فلنفرض ان في تقدير من دول ما فيهوش طلاب، يعني ما فيش طلاب مثلا جابوا بي، لما جيت صححت لقيت ان كلهم يا بي بلس او بي زائد والتقدير اللي بعته، لكن التقدير ده ما فيش ولا طالبه، هل مكتبوش؟ لا، لازم اكتبه واحط قدامه القيمه بتاعته ايه؟ صفر. طيب انا عايز احط قيم او اعداد الطالبات، او جاي رايح هنا بالشكل ده واعمل ايه؟ اقوم جاي ضاغط اكتب الاعداد اللي موجودة عندي في الكشف بتاعي، هنقول ان هم مثلا كانوا 5، اللي ايه كانوا 7، البي كانوا 11، وده البي بلس، البي كانوا 12، وهكذا. السي كانوا مثلا نقول 29، هنا السي كان 0، هفرض ان هو 0، طبعا انا هحطه عشان يبان شكله ايه في العمود. واخر حاجه خالص الطالبات الراسبات هنقول ان هم 3. خلاص، طيب يبقى انا كده عملت الخانات اهي. طيب انا عندي اصبح هنا صفين موجودين، بس الكلام ما هوش متوسطا، مش في نص الخليه ومش منسق. طيب هو طبعا ده مش دورنا ومش وقته، لكن هنقوله بسرعه. بنعمل ايه؟ ادوس ضغطه واحده على الخانه دي وافضل ضاغط الزر الايسر للماوس، يعني يبقى ادوس بالماوس وافضل ضاغط، وبعدين انزل لتحت هلاقي ان علمت دي وافضل ضاغط واشد الصندوق اللي معلم ده لغايه لما احدد الصفين اللي انا كاتب فيهم. طيب واسيب الماوس، ارفع ايدي من على الزر الايسر للماوس. طب وبعدين انا عايز اعمل ايه في الصفين دول؟ عايزهم متوسطين. بصوا كده مطرح السهم كده ما انا بشاور، اهو متوسطين في نص الخليه بطوليا. ادوس هنا، شفتوا ايه اللي حصل؟ بقوا في النص. طيب هنلاحظ ان هما في صف تاني موجودين، هما هنا لتحت، يعني مش في نص الخليه ولا فوق الخليه. لو دوست هنا اترفعوا فوق كده، بقى متوسطين راسيا وافقيا، يعني في النص بالظبط بتاع الخليه في السنتر. طيب انا كده نسقتهم. طيب الحروف والارقام دي صغيره مش شايفها، عايز اكبرها شويه، اعمل ايه؟ بصوا كده اطلع فوق الاقي حرفين الايه مكتوبين هنا، واحد كبير وواحد صغير. الكبير ده عشان يكبر لي التحديد اللي انا محدده. اضغط ضغطه واحده، لاحظوا ايه اللي بيحصل معايا؟ اهو كل ما اضغط يحصل ايه؟ اهو كبر الخط بالشكل ده. جميل، يبقى انا كده كبرت الايه الجزء بتاعي. طيب انا شلت التعليم، كان المفروض يفضل موجود. ليه؟ عشان عايز ارسم رسم بياني يعبر عن الصفين دول. ارجع تاني احدد اول خانه بالزرار الايسر للماوس وافضل ضاغط وانزل لتحت وابتدي ايه، طول ما انا ضاغط احرك الماوس لغايه لما احدد الجزء اللي انا عايزه. كده انا محدد الجدول بتاعي اللي انا عايز ارسمه. طيب الرسم، يبقى انا عايز ادرج رسم، ادخل رسم في الجدول ده مع الجدول ده. ادراج او انسرت موجود فين؟ اطلع للقائمه العليا فوق خالص اهي، هلاقي مطرح ما انا بشاور كلمه انسرت او ادراج، اذا كان باللغه العربيه عندكم الاوفس. ادوس بالزر الايسر ادراج، هتبقى قائمه موجوده اهي قدامي، هلاقي ده الشكل اللي انا عايزه. انا عايزه في صوره كولمز او اعمده. لو ضغطت عليه بيديني كل الاختيارات، طبعا دي اختيارات كتير جدا، الحقيقه كلها مش زي بعض، كل واحد فيها بيستخدم مش بالمزاج، يعني دي مش مجرد اشكال للزواء، في بعضها كده، لكن الحقيقه كل شكل منهم بيبقى ليه استخدام خاص، بيوضح حاجه ما بيديهاش الشكل اللي قبله. احنا بكل بساطه كل اللي محتاجينه ان احنا محتاجين ايه، ناخد شكل الاعمده اللي موجوده عندنا اللي هو اول واحد اهو المنظر ده. لقينا الجدول ده اتحول الى رسم بياني بالطريقه دي. المحور الراسي بيحتوي على اعداد الطالبات، والمحور الافقي بيبقى فيه التقديرات الخاصه بالطالبات. طيب هنعمل ايه؟ الرسم ده انا ممكن اخده واحطه في الوورد، اخده زي ما هو كده. طيب الحقيقه في حاجتين، الحاجه الاولانيه الرسم بالشكل ده لو حد بص عليه هيفهم منه حاجه؟ بالتاكيد لا. ليه؟
لانه ما يعرفش المحور الرأسي ده بتاع ايه. احنا عارفين، لكن اللي هيبص عليه مش عارف. هنا التقديرات اللي موجودة تحت احنا اللي عارفينها، لان احنا عارفين دي بتورمز لايه، لكن اللي هيجي يبص عليه ما يعرفش. من شروط الرسم البياني اللي يتعمل في اي بحث، في اي رسالة، في الطلاب، لاي شغل احنا بنعمله عفوا، لابد ان يكون الرسم البياني سيلف اكسبلينيتور، يعني اللي هو موضح نفسه، مش محتاج ارجع للتكست او للنص او اسال صاحب الشكل ده انت ايه فهمه لي، ما ينفعش، لان انا هبعته لحد او حد هيطلع عليه وانا مش موجود. يبقى لازم لما يبص يعرف الاعداد دي بترمز لايه، والمحور الافقي بيرمز لايه، والعالي رمز، وهكذا. ولو عامل الوان او اشكال مختلفه يبقى كل شكل منهم بيرمز الى ايه. انا هنا الحقيقه ما حطيتش عنوان لا للعمود الرأسي ولا للعمود الافقي. طيب الحل هنعمل ايه؟ الحل بكل بساطه ان نيجي هنا شفتوا ما انا عملت ايه. طيب انا عايز اخلي دي للاخر الحقيقه، عشان ما تاخدش وقت مننا. المنظر ده يبقى ده الرسم الموجود عندنا. عايز اعمل كوبي واعمل له بيست او اوديه في حته تانية عشان اعلق عليه او احطه في التقرير اللي موجود عندنا. طب هناخد الخطوه دي، وبعد كده هنقول هنرجع للجزء بتاع العنوان ده، هنرجع له مره تانية او نرجع له واحنا واقفين دلوقتي احسن. طيب انا عايز امسح الرسم ده، عايز ارجع فيه تاني، عايز امسحه والغي عشان احط عناوين، اعمل ايه؟ في طريقتين. لو بصيتوا كده لما اجي اقف على الرسم اهو بيبقى فيه السهم او الكرسور مع المؤشر بيتحول الى خطين متعامدين فيهم رؤوس اسهم في الاربع اتجاهات. معنى كده ان انا محدد الرسم بتاعي. لو دوست ديليت من الكيبورد اتمسح خلاص. الزرار بتاع ديليت اللي هو فوق الاسهم اللي هو على اليمين جنب الارقام، هلاقي فيه ست ازرار موجودين لوحدهم كده، في واحد فيهم اسمه دي، انا كده مسحت. طب ليه مسحت؟ عشان عايز احط عنوان للصفوف وايه وعنوان للاعمده. طيب اعمل ايه؟ اروح اقوم جاي عامل هنا كده، شفتوا انا عملت ايه؟ مجرد ضغطت، بس ضغطت فين؟ على حرف الاي فوق، فعلم لي كل العمود ده، وبالزر الايمن اضغط ضغطه واقول له انسرت او ادراج، يعني يعني زود لي عمود على اليسار. تاني انا هنا الجدول ده عايز احط عنوان للصف اللي فوق وعنوان للصف اللي تحت. اجي عند الخانه الاولى فوق في العمود الاول اللي هو حرف ايه زي ما انا شايف كده، بصوا السهم بقى عامل ازاي، اضغط بالزر الايسر ضغطه واحده، وبعدين وانا واقف زي ما انا شلت ايدي خلاص، لما قلتش افضل ضاغط ضغطة واحدة، وبالزر الايمن تطلع لي قائمة، اروح اقول له من القائمة دي insert اهي، يعني ادراج. طبعا ادراج هو ده، انا واقف عند عمود يبقى هيدرك لي عمود، يدرك يعني يدخل او يحط او يزود عمود على يسار العمود اللي انا واقف عليه، ضغطة واحدة اهو بالشكل ده. فاصبح عندي هنا في خانة اهي فاضية اللي انا واقف عندها جنب الصف اللي فوق، وخانة تانية جنب الصف ايه اللي تحت. طب انا عايز اكتب هنا او عايز اوسع شويه، فاجي ايه اقف ما بين خليتين ما بين الاي والبي، الاقي شكل السهم بالمنظر ده بقى عمود قائم ما فيهوش رؤوس اسهم وزي ما هو وضع عند حضراتكم. اضغط بالزرار الايسر وافضل ضاغط، افضل ضاغط، واشد يمين لغايه لما اخد الطول بتاع الخانه اللي انا عايزه بالشكل ده. اقف هنا واعمل دبل كليك. هنلاحظ ان الكرسول بصوا موجودين فين؟ في الناحية اليسرى تحت. طب انا عايز اكتب عربي وعايزه في على اليمين، طب اكتب وبعدين ابقى اعدل. هنكتب نقول ايه، انا عايز اكتب عربي. لو انا كتبت كده هو بيقولي انا عندي مظبوط انجليزي، طب انا عايزه يكتب عربي، هعمل ايه؟ هاجي في لوحة المفاتيح ادوس على شيفت والت، الزرار الصف بتاع الكيبورد اللي تحت خالص على اليسار، هلاقي فيه ايه تالت زرار من اليسار مكتوب عليه ALT اللي هو Alt،
كلمة ألت دي اختصار كلمة ألترنيتف أو البديل للوظيفة. المهم ألت أدوس عليه وفي نفس الوقت أدوس على الزرار اللي فوق منه على اليسار اسمه شيفت مرة واحدة، يعني أدوس الاثنين في وقت واحد ضغطة واحدة وارفع إيدي. أجي بعد كده أهو أحط الكيرسور تاني هنا في الخانة دي، أجي أكتب إيه اللي هيحصل؟ بيكتب عربي أهو. طيب الخانة دي أنا الصف ده أنا عايز أسميه إيه؟ ده هنسميه تقديرات الطالبات بالشكل ده. طيب وتحت مش محتاج اعمل شيفت والت لان خلاص انا كده حولت الكتابه في الصفحه اللي قدامي او في الاكسل بقت بالعربي. تحت اللي هي ايه؟ اعداد الطالبات، يبقى انا كده ده هيبقى اسمه تقديرات الطالبات وده اعداد الطالبات. طيب انا عايز الكلام ده يبقى في النص ويبقى افضل من كده، بعمل ايه؟ اقف على الخانه اللي فوق وافضل ضاغط وانزل للخانه اللي تحت. طيب عايز اكبر الخط زي ما عملت قبل كده، اروح لحرفين الايه الحرف الكبير واقعد ازود الكتابه حصل لها ايه؟ كبرت. طيب انا عايزها في النص، سواء في نص الطولي وبالنص هنا اهو، شايفين بروح فين؟ هنا واسطنته في نص الخليه اترفع فوق شويه، وعايزه على اليسار عشان يبقى في نص الخليه بالطول اهو. تاني اهو هرجع الخطوتين دول اهو. انا كده علمت هنا، فضلت ضغط وفضلت ضغط باليسار زرار وانزل تحت علمت الخانتين دول، رحت هنا اتحكمت في حجم الخط اهو. على اليمين هلاقي في صفين اهم، الصف اللي فوق اختار الوسطانية، حتى انا لو وقفت عنده هيقول لي ايه؟ ميدل الاين او بالعربي توسيط اهو، واللي تحتها كمان توسيط بالشكل ده. يبقى انا كده عملت الجدول بتاعي وعملت له مين؟ عملت له ليجند او عملت له تايتل في على يسار كل صف اقدر اعرف ايه اللي فيه. طب انا عايز بقى ارجع ارسم الرسم تاني، اخد ادوس على هنا فاكرين على الخانة دي وافضل ضاغط باليسار الزرار الايسر للماوس واشد لتحت واقوم جاي رايح افضل احرك الماوس لغاية لما اخد الجدول كله. تاني الخطوة دي تاني اقف عند الخانة العليا على اليسار اللي انا بداية بتاعت الجدول بتاعي، طبعا كان ممكن احطها على اليمين او على اليسار مش هتفرق. بناخد ده افضل ضاغط بزر الماوس الايسر وانزل لتحت وافضل اشد احرك الماوس لغاية لما اعلم على ده. طيب انا بعد كده عايز ادرج او ادخل او ازود او اضيف جدول، اروح لكلمة انسيرت او اضافة او ادراج، واروح بصوا فين اهي كلمة انسيرت اهي تاني اختيار من على اليسار فوق مطرح الماوس ما انا بشاور اهو، وبعدين اروح اختار الكولمز، انا عايز ارسم شكل عواميد او اعمدة، فابتدي اضغط ضغطة بيديني الاختيارات بتاعتي، بختار اول اختيار عندي موجود اللي هي الاعمدة بالمنظر ده. ايه اللي حصل؟ هنا ده مش اعداد الطالبات، انا عندي هنا عايز اعمل ايه؟ عنوان بيان بتوزيع الطالبات الحاصلات على تقديرات مختلفة ايا كان العنوان اللي انا عايز احطه هنا. طيب انا عملت ايه؟ هرجع للخطوة دي عشان في ناس ما خدتش بالها او انا ما قلتش الحقيقة، انا بعتذر اهو. انا هرجع تاني، هو كان مكتوب هنا عندي ايه؟ اهو لما جيت رسمت لقيت عندي ايه اللي موجود؟ لقيت عندي هنا مكتوب اعداد الطالبات. طيب هنا الازرق ده اعداد الطالبات خلاص مفيش مشكلة، ودي التقديرات المختلفة. طيب انا عايز اكتب العنوان ده عايز اعدله، فبقوم جاي ضاغط ضغطة واحدة باليسار وضغطة واحدة باليمين، هلاقي فيه كلمة ايه؟ ادت او تنسيق النص تحرير النص. تاني
هاجي هنا اضغط ضغطه واحده. طبعا الخطوه اللي انا عملتها دي في حد عايز يعملها كنبيه، ما حدش عايز يعملها يبقى هنكتفي بالرسم او الخطوه اللي انا هعملها بعد كده، بس انا عشان ابقى كملت الشرح يعني. يبقى مره ثانيه العنوان ده موجود، لما اجي اقف عنده الاقي السهم زي ما انت حضرتكم شايفين، اضغط ضغطه واحده بالزرار الايسر وضغطه واحده بالزرار الايمن، هتطلع لي قائمه الاقي فيها كلمه edit text يعني تحرير النص، تحريره يعني اعيد كتابته او اعمل اللي انا عايزه فيه. بضغط بالزر الايسر ضغطه واحده اهو وامسح اهو اللي زي ما انا عايز واكتب اللي انا عايزه. الرسم ده بيعبر عن توزيع الطالبات اهو بالشكل ده، توزيع الطالبات الحاصلات، ايه حكايه الكلمه دي، الحاصلات على تقديرات مختلف. خلاص يبقى ده العنوان بتاعي اللي هيشوفه ايه الجدول ده، اهو مكتوب توزيع الطالبات الحاصلات على تقديرات مختلفه، يعني خلاص فاهم ان دي عباره عن تقديرات وده عباره عن الايه الاعداد الطالبات. طيب نيجي بقى عايز اعمل ايه الرسم ده بقى، انا عايز اخده احطه فين في الوورد كل القصه دي عشان اعمل الخطوه الاخيره دي. الرسم ده ممكن اخده زي ما هو بالشكل ده كده، وكان الله بالسر عليم وكفايه بقى لغايه كده عشان ايه ما نوجعش دماغنا وما نتعبش. اوكي انا في خطوه هعملها دلوقتي الحقيقه خطوه متقدمه شويه، اللي عايز يعملها كان بيها، اللي مش عايز براحته، لكن انا الحقيقه هبسطها قدر الامكان يعني هتبقى بسيطه جدا، لكن الحقيقه هتفرق في الشكل بتاع الجدول الرسم، هتديه اشيك وهيبقى حاجه قيمه، واللي هيبص عليه هيقول اللي عمل الجدول ده او عمل الرسمه دي انسان متمكن. طيب اولا نلاحظ هنا حرف الاي بلس، ادي العمود اهو خمس طالبات، لو احنا قارنا بالجدول ده سبع طالبات وهكذا، هنلاقي هنا سي مش موجود لان انا حاطه صفر، انا بس اتعمدت ان انا احطه هنا عشان حضراتكم تشوفوا الجدول عامل ازاي. طيب قال ممكن اسيبه كده، ممكن لو انتوا عايزين تشوفوا ايه اللي يحصل لو انا جيت هنا وقفت على الخانه اللي فيها الصفر عملت دبل كليك عليها وغيرت الرقم ده كتبته 2، ايه اللي حصل اهو، يبقى لو انا عدلت هنا في اي قيمه من دول هيتعدل في الرسم تاني شوفوا انا عملت ايه اهو، رحت على الخانه اللي فيها الصفر وقفت بالزرار الايسر وبعدين ضغطت دبل كليك، يعني دبل كليك يعني ضغطتين بالزرار الايسر اهو، صفر موجوده اكتب طالما علمت عليه اكتب القيمه اللي انا عايزها. هنعملهم مثلا 3 بالشكل ده او هعملهم نقول 4، اتاسف هنعملهم او 5 طالبات لغايه كده ما ترسمش حاجه تحت. ليه؟ لان انا لسه الخانه دي بكتب فيها، لو طلعت بره الخانه دي ضغطت في اي خانه فاضيه اهو اتعمل العمود بالشكل ده. طيب خليها كده. طب اقل قيمه عندي فين اللي هي الثلاثة، واعلى قيمه عندي فين اهي العمود الطويل ده اللي هو فين السي بلس اللي هم 29. طب انا عايز اخلي اعلى قيمه واوطى قيمه يبقوا مميزين بحيث اللي يبص يعرف يشوف ما يقعدش يبص للجدول، لا هو طبعا واضحين، لكن لو انا عايز اديهم شكل مختلف بعمل ايه؟ بكل بساطه اروح عند حرف زي ما حضرتك شايفين انا واقف كده على حرف العمود ده واضغط ضغطه واحده واضغط ضغطه ثانيه تاني اروح على العمود اللي انا عايزه على الحرف بتاعه كده اضغط واحده شمال وكمان واحده شمال. طب تاني لما ضغطت اول واحده شمال كلهم اتعلموا، لو حضرتك بصيتوا كلهم متعلمين، يعني لو جيت غيرت اللون بتاعهم هيتغيروا كلهم اهو، لو انا دوست ده احمر كلهم اتغيروا احمر. انا غيرت منين الاحمر؟ بصوا كده فوق على اليسار خالص اهو مطرح الماوس ما هو موجود العلامه دي اللي هي بتملى لي العواميد، فيها هنا مرسوم دلو بتاع الوان او بتاع دهانات هو اللي بيحط لي الدهان اهو كلهم اتغيروا. طيب عايز ارجع في الخطوه دي تاني اروح على اليسار فوق خالص لكلمه اندو او اعاده الخطوه الاخيره. طب انا مش عايز كلهم يبقى ضغطت ضغطه واقوم جاي ضاغط الضغطه الثانيه يتبقى لي العمود ده لوحده. اروح العمود ده عايز اعمله بلون مميز هنخليه مثلا لون اخضر، عملت ايه؟ دوست على السهم الصغير اللي جنب رمز الدلو ده ورحت هنا قمت جاي اهو لو اخترت اي لون مجرد انا بتحرك ما بضغطش اهو الالوان بتتغير، انا هختار اللون الاخضر مثلا بالشكل ده. طيب واقل قيمه اللي هي الثلاثه هعمل نفس الطريقه ضغطت ضغطه واحده هي اتعلمت لوحدها من اول مره واروح اعملها احمر، اروح ادوس هنا على الزر ده يديني الالوان هروح اعملها احمر، عايز احمر غامق احمر فاتح ايا كان عملتها باللون الاحمر. طبعا هتلاحظوا حضراتكم ان العمود ده بتاع السي بلس لما اتغير بصوا هنا على اليمين اتغير قصاد اللون بتاعه.
هنا الاحمر اتغير اللون بتاعه كده اصبح الشكل عندي مميز. طيب طيب الشكل ده فنفرض ان انا عايز اكبره شويه اعمل ايه؟ اقف اضغط كده عليه. التكبير بيجي منين؟ لو بصيت كده هنا للحرفين دول اهو، بصوا انا بعمل ايه؟ اهو بضغط على الحرف الكبير عمال يكبر الحروف، كبرت زياده عن اللزوم ممكن اصغرها سنه صغيره بالشكل كده. طيب كده اصبحت الحروف والارقام مرئيه. طيب الرسم البياني ده انا عايزه اكبر شويه، هل ممكن اكبره او اغير مكانه؟ طبعا ده مش وقته، لكن لو عايز اكبره بصوا انا عملت ايه؟ هاجي على الكورنر، اي كورنر من الكورنرز، اقف لغايه لما السهم يتحول لسهم ابيض اهو ليه راسين، واشد اهو انا كده بكبر. اجرب تاني من تحت اهو السهم بالشكل افضل ضاغط باليسار واكبر زي ما انا عايز، اصبح الرسم كبير. خلاص نيجي للخطوه الاخيره بقى، يقول لك يعني هتفضل بقى تتكلم كده واحنا ايه؟ طيب صح عندكم حق، انا بعتذر ان انا اطلت. هناخد الرسم ده وقفت عنده بالشكل ده بالزرار الايسر، اضغط ضغطه واحده بالزرار الايمن يمين، هلاقي قائمه طلعت، اروح لنسخ او كوبي، يبقى نسخ او كوبي، ضغطه واحده باليسار انا كده نسخت الجدول ده. وبعدين هو فين الوورد اللي انا فاتحه؟ فاكرين كان فين؟ تحت، تحت خالص الوورد اهو، اضغط ضغطه واحده ادي الوورد اتفتح. بكل بساطه اروح للزرار بتاع بيست على اليسار هنا اهو بالشكل ده، واضغط ضغطه واحده ادي الجدول بتاعنا بقى موجود فين؟ داخل الوورد. ونقدر بعد كده نشتغل عليه، لو في اي صعوبه ممكن ابقى اعمل فيلم تاني، لكن اعتقد من بعد كده كلنا بنستخدم الوورد، يعني لو في اي مشكله هيبقى في بينا تواصل ان شاء الله. والجدول بقى موجود عندنا في الوورد. طب اقدر احركه عشان عايز اكتب؟ لاحظوا ان الكيرسور موجود فين؟ اهو تحت خالص على اليمين. لو جيت ايه دوست انتر اهو، شفتوا الكيرسور راح فين؟ اهو مطرح ما بشاور تحت، بس طبعا هنا في اليسار لان هيبقى جاهز للكتابه يسار. طب انا عايز اكتب يمينه بالعربي، بكل بساطة خالص هروح فوق خالص، شايفين هنا اهو، بصوا انا هدوس فين السهم رايح فين، ادوس هنا العلامة اللي على اليمين هو من اليمين الى اليسار بالشكل ده. طيب هل كده هيكتب لي عربي؟ طب نجرب كده، لا انجليزي، هو راح من اليمين اه، بس انا غيرت اتجاه الكتابة لكن ما غيرتش نوع الكتابة. طب انا عايزه يكتب عربي، فاكرين انا غيرتها ازاي؟ عن طريق الضغط متزامن مع بعض زرار الت وشيفت الت اه، ايه اللي حصل في السهم؟ راسه بقت اليمين، هيكتب عربي. ايش عرفني؟ اهو اهو هذا اهو، شفتم نموذج لجدول توزيع الطالبات. النموذج مكتوبه غلط طبعا بالشكل ده اهو، يبقى كتب عربي بالطريقه دي. وبقى عندنا التعليق اللي انا عايزه، عايزه يتحط الكلمه دي، عايزها تحت عايزها فوق، طبعا ده وضع يعني. يبقى كده احنا خدنا نسخه من الجدول من الاكسل وحطيناها فين؟ وحطيناها في الوورد، واصبح عندي في ملف الوورد ممكن اكتب التقرير بتاعي تحت الجدول بالشكل ده، زي ما دكتور مندور اعتقد هيبعت لكم الملف. نقدر نكتب بقى ان الحاصلين على التقدير A بلس قد كده الى اخر. خلاص طبعا انا هنا علمت اعلى قيمه او اوطى قيمه، كان ممكن والافضل لو انا هعلق عن الاعلى طلبه في التقدير واقل تقدير يبقى كان لازم اعمل الحكايه دي على الاي بلس، لان دول اعلى طالبات، مش ما يهمنيش اعلى ايه عددهم العدد، انا يهمني التقدير. فكنت لازم اعمل الجدول اللي هو الاي بلس هو اللي لون مميز، واقل عدد اللي هم الراسبات عشان افسر ده وافسر ده. وطبعا احنا شفنا ازاي غيرنا الالوان من قبل كده. في النهاية بشكر حضراتكم وبعتذر إذا كنت أطلت أو كنت بشرح بطريقة مش جيدة، يعني لأن أنا يعني أكيد بالتأكيد يعني لست أكثركم خبرة ولا أكثركم علما ولا أعلاكم منزلة أو مكانة، حضراتكم على رأسي من فوق، بس إحنا طبعا عشان الزملاء بعض الزملاء طلبوا إن هو يشوفوا الحاجة بتتعمل إزاي، بحس يبقى كلنا بنعمل حاجة بشكل موحد، لكن أنا على يقين تام إن حضراتكم أكيد هتبدعوا في الموضوع ده. أشكركم مرة تانية وشكرا جزيلا. السلام عليكم.